خلها وعيشها. يسعد لي أوقاتكم مستمعين الكرام. في ناس تعشق الروتين وتعشق روتينها وما بتقدر تغيره، وفي ناس علقت بالروتين وانزعجت منه، وبين الروتين والواجبات مشكلة كبيرة. يسعد أوقاتكم. ما هو تعريف الروتين؟ هو تكرار نفس الأمور بشكل مبرمج، أي عمل الشيء بطريقة غير واعية بشكل أوتوماتيكي، وهذا يعني عدم حضور وعيش اللحظة أثناء ممارستنا لهذا الشيء. وأي شيء إنه إحنا نسويه بدون حضور أو وعي فهو باهت، لا يحمل الكثير من الطاقة أو الشغف. فلهذا خلونا اليوم نسوي تمرين بسيط. راح نكتب لستة من الأعمال أو الواجبات اللي نعملها بشكل روتيني، ممكن يطلع معايا 10 نقاط أو أكثر. أكتب أمام هذه القائمة ما هو السبب تمسكي بيها، هل هو حب أم خوف؟ لأنه دائما لما نرجع إلى جذور الأمور رح ننتهي بأم أنا دا أسوي هذا الشيء حبا فيه، أو دا أسوي هذا الشيء خوفا من الواجب أو خوفا من خسارة شيء. فنكتب أمام كل نقطة حب أو خوف، بعدين أسأل نفسي سؤال، هل هذا شيء من اختياري ولا أحس أنه هو مفروض علي؟ فبعد ما صرت واعي بالأسباب، ساعتها ممكن راح أسترجع هذه القائمة مرة أخرى وأختار من عندها شيء اللي أنا حابته بوعي، وأحذف من هذه القائمة الأمور اللي أنا ما حابتها وأحس أنه هي مفروضة علي. فلما أختار ما أريد، عندها راح أكون حاضر لما أقوم بهذه الأمور، ولن تصبح روتينا باهتا بل اختيارا شخصيا واعيا. مستمعينا الكرام، يعني بالمختصر اختر ما تحب وليس ما تخاف منه. حلها وعيشها. حلها وعيشها.